أم قوية وزوجة مفترية، فنانة من مواليد السعودية، عندها شعبية كبيرة جدا في الوطن العربي، غادة في مسلسل الميراث. هنتعرف النهاردة في الفيديو بتاعنا عن الفنانة نور حسين. الفنانة نور حسين من أهم نجمات المملكة العربية السعودية، تميزت أدوارها وتنوعت. بداية عملها في الدراما سنة 2013. نور حسين من مواليد عام 1978، على الرغم من عدم مضي وقت طويل من دخولها مجال الفن، إلا أنها أثبتت شخصيتها وأدوارها اللي مثلتها في كل شخصية كانت بتأديها. كانت أولى بدايتها في مسلسل البيت الكبير، وبعد كده مسلسل جرذان الصحراء، إلا أنها عرفت أكتر والناس كلها عرفوها واتشهرت عن طريق دور غادة اللي أديته في مسلسل أول عمل سو أوبرا درامي الميراث. استمرت بعدها في التمثيل في عدة مسلسلات، وكان آخرهم مسلسل ممنوع التجول عام 2021. عندها أخت اسمها يامور من مواليد 1990، درست الحقوق في جامعة الملك سعود، كمان قامت بأدوار تمثيلية والناس كلها استغربت اسمها. أصلها جنسيتها سعودية، ولدت من أب سعودي وأم كويتية، والناس كانت بتستغرب اسم أختها لأنه اسم تركي. بتشارك الفنانة نور حسين متابعيها على الانستجرام اللي بيبلغ عددهم 225,000. بتشارك صورها الشخصية وبعض الفيديوهات بتاعتها، ومع الممثلين من أمثال ريم عبدالله. تظهر نور في الكثير من الصور مع أختها الفنانة يامور. الفنانة نور منفصلة من زوجها الأول من سنوات، واتكلمت وقالت مستحيل أتجوز بغير سعودي أو خليجي، وإنها مش بتمانع إنها تتجوز بس يكون سعودي أو خليجي علشان بس العادات والتقاليد مش أكتر. وقالت طبعا مع احترامي لكل الإخوة العرب. نور اتكلمت كمان عن مسلسل اختطاف ودورها فيه، إن دورها فيه قامت بدور الست الكبيرة في السن، وده بيخرج عن مألوفها الفني ودور جديد عليها. قالت كمان ان هي مش بتواجه اي صعوبة في تجسيد اي دور، لان الفنان الحقيقي اللي بيستطيع ان هو يقوم بكل الادوار، وانها متشوقة ان هي تشارك في بعض الاعمال السعودية في الفترة القادمة. وكمان لما تسألت عن الايه اللي ينقص الدراما السعودية، قالت ينقصها الجرأة في الطرح ومفيش اي حاجة تانية بعد كده. قالت كمان ان ليها اصحاب كتير من الوسط الفني، وانها بتؤمن بالصداقة بين الراجل وبين الست. لما سألوها سؤال وقالوا لها مين الشخص اللي انت عايزة تتجوزيه قريب، قالت ان هي مش بتحب تتكلم عن امورها الشخصية، كل شيء في وقته وفي مفاجأة جاية في الطريق، يا ترى ايه هي المفاجأة دي. قالت كمان ان الفن مش بيكون سبب في الطلاق بين الفنانين وبعضهم البعض، بل عدم التفاهم والانسجام وعدم التوافق بين الزوجين هو اللي بيسبب المشاكل دي. واخيرا قالت الفنانة نور ان هي بتحب جدا دورها في مسلسل الميراث، رغم ان هو بعيد جدا عن شخصيتها، وانها بتحب تمثل الشخصية القوية. وبكده نكون عرفنا كل المعلومات عن الفنانة نور حسين، ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.